دارس الخاصة في طول كرم. سنتحدث وإياكم مع السيد علاء السعيد نائب رئيس نقابة أصحاب رياض الأطفال، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعدت صباحا سيد علاء. صباح الخير ست وفائك ولكل كادر راديو الفجر تلفزيون الفجر، كل أهلا احترام. وسهلا بك. يعني الجميع يعيش في أزمة، في ضائقة مالية وأزمة اقتصادية ولربما لها تبعات أخرى، لكن وزارة العمل كانت قد نوهت إلى ضرورة الالتزام بدفع ولو ما نسبته 50% من الرواتب. في المقابل نحن نتحدث عن مدارس خاصة، نتحدث خاصة عن رياض الأطفال، مصدر الدخل الرئيسي لها لربما هو من الأقساط التي تدفع من الطلاب، إضافة إلى أن اليوم لا يوجد دوام تعليمي مدرسي، وبالتالي لا يوجد دفع لهذه الأقساط، وبالتالي هذه الأقساط التي أساسا تعتبر رواتب للمعلمات. حدثنا أكثر عن الأزمة التي يعاني منها رياض الأطفال. بداية الأزمة قديمة جديدة، فعليا احنا كقطاع رياض الأطفال في مدينة طول كرم احنا قطاع بسيط جدا، يعني مدخولات بسيطة تأتي من الأقساط اللي بتدفعها الأهالي للرياض، ومن خلالها ندفع هاي الرواتب وأي مستلزمات ثانية من أجور مباني وإلى آخره. هلا فعليا احنا هذا القطاع عانى على مدار السنه في عده ازمات ماليه مر فيها، وانا مش راح اخذ وقت طويل جدا ان اشرح هاي الازمات، بس راح اخذها بشكل مقتضب. يعني احنا بدات عندنا واحده من هاي الازمات اللي هي في شهر 3/2019 وقت انقطاع الرواتب والمشكله اللي مرت فيها الحكومه من مشكله مقاصه وعدم استيفاء كامل الرواتب لموظفين الحكومه. هذا كمان عكس علينا سلبا انه احنا ما كان في كثير من الاهالي يدفعوا هاي الاقساط، فاحنا وقفنا كرياض اطفال مع ابناء شعبنا وكنا ندفع يعني الرواتب مع عدم استيفاء هاي الاقساط من الاهالي. هذه اول ازمه مرينا فيها كرياض اطفال، انه غطينا الرواتب شهر 3 و4 منا عشان احنا ما نقصر مع حدا، وعشان كمان نوقف مع الناس، وفي ناس ما قدرت تدفع هاي الاقساط على مدار شهرين ثلاثه، حتى وصلنا شهر 9/2019 بدايه سنه دراسيه جديده، وهي لسه بتكتب السنه القديمه. دخلنا في السنه الدراسيه الجديده، وزاره العمل اقرت قانون كان مقر من زمان بس تم تفعيله، وهو الحد الادنى من الاجور. هذا القانون هو دفع 1450 لكل موظف. طبعا هذا كلام، طبعا احنا اصلا كنا طالعين من مديونيه من اثر الرواتب مجانيه، وهذا شكل كثير عجز عند بعض الرياض، حتى كانت هنا الرياض كلها يعني. فبعد ما دخلنا على الحد الادنى من الاجور احنا صار عندنا مشكله كمان كبيره، كيف بدنا نغطي هذا الكلام من الاقساط المتدنيه اللي بناخذها من الاهالي تكاد لا تغطي ال 1450، فدخلنا في مشكله ثانيه. طبعا احنا رفعنا عده كتب لوزاره العمل، لوزاره التربيه والتعليم، خاطبناهم فيها انه احنا قطاع عندنا عده مشاكل وعده معيقات انه ندفع حد الادنى من الاجور. طبعا هم استجابوا وقالوا لنا شكلوا اعملوا لنا دراسه وحطوا لنا فيها مين الرياض مثلا المستاجره، ايش الاقساط اللي بتاخذوها من الناس، كم المعلمات، شو رواتبهم. طبعا احنا قدمنا هاي الدراسه عن طريقنا كنقابه طول كرم، عن طريق اللي هو النقابه العامه لرياض الاطفال اللي هي قدمت برضه عن طريق الوزاره. لكن احنا بشهر، طبعا قدمناها بشهر 12، ما طبعا الوزاره قالت ان احنا رح نطلع على هذا الحكي، وراح احنا نشكل لجنه انها تدرس هاي المشاكل، وبناء عليها تم اتفاق هذا الكلام. طبعا هذا الحكي كان بشهر 1، دخلنا في مشكله اللي هو الفيروس وما ترتب عليه من اغلاق المنشاه. هي اول منشاه تمت اغلاقها اللي هي المدارس ورياض الاطفال كان ب7/3، وطبعا هو كان قرار حكيم جدا من الحكومه بتسكير هاي القطاعات، لانه هاي اول قطاعات متضرره او بسبب انتشار الفيروس. طبعا كمان انه ولكن ايضا يعني اذا اردنا ان نتحدث اكثر ب التفاصيل سيد علاء، يعني فعليا ما جاء ضمن قرار وزارة العمل هل بصراحة كانت مراعية لبقية الأطراف، خاصة هنا نتحدث عن رياض الأطفال والمدارس الخاصة يعني التي دخلها الأساسي من الطلاب؟ احترامنا وزارة العمل لما أقروا هذا القانون دفع اللي هو 50% من الرواتب لم تكن شريك في هذا الكلام، لأن احنا ما كنا على اطلاع عليه. حتى احنا يعني دائما بنطالب الوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم في أي شيء بخص رياض الأطفال نكون شركاء فيه. احنا دائما وأبدا في أي قرار بيتخذه التربية والتعليم او وزاره العمل احنا دائما معاه، بس هي
لازم احنا لما بدنا نطبق قرار او ناخذ قانون بعين الاعتبار لازم ناخذ مع عده معطيات. هلا احنا المشكله اللي بنواجهها حاليا وهي مشكله حقيقيه وهي ادت مش انه بدي اقول احنا على شفير الانهيار، احنا الانهيار نفسه، لانه احنا لحد الان في كثير من الروضات تكاد تكون 90% ما استكملتش اقساطها شهر 2 تمام، ولكن احنا كروضه استوفينا اجور المعلمات شهر 2 كامل. نعم. يعني احنا صح مش لمينا استوفتوا شهر 2 كامل ايضا تطبيقا لقرار الحد الادنى للاجور سيد علاء؟ نعم طبعا هذا الحكي قلت لك احنا دائما مع القرار وفعلا طبقناه وفعلا احنا في كثير احنا يعني كنا ملزمين في هذا الكلام. يعني احنا ما بنطلع القانون، احنا مع كل قانون بيطلع، ولكن دائما كل قانون بيطلع مع احترام الشديد ما بكون ناخذ عده جوانب، فبنوقع مشكله ماليه وبديونيه عاليه لهي الروضات. وصلنا لمرحله بشهر 3 حاليا ما عندناش قدره ندفع رواتب، ليش؟ لانه احنا اصلا احنا دخولنا شهريه، احنا مع احترام الشديد محافظه طول كرم اغلب اقساطها شهريه، مش زي مثلا بعض المحافظات ممكن تكون فصليه او سنويه. نعم. يعني احنا بنلم اقساطنا، ندفع ايجارنا، ندفع اجور معلماتنا وكل شيء تمام. طب ما المطلوب في الخطوه القادمه؟ يعني نحن بالتاكيد انتهينا من شهر اذار وها قد بدانا في شهر نيسان، هذا يعني ان هنالك مستحقات ماليه، فما الذي بامكانكم القيام به؟ احنا فعليا هلا بنواجه مشكله انه احنا بدنا نغطي اجور معلماتنا، لانه احنا ما حدا عنده تصور. نعم. احنا لامتى حنضلنا في هذه في عمليه الحجر او في هذه المشكله الحقيقيه، انه هل احنا حنقدر نكمل؟ لانه ما بتعرفي انتم هذا قطاع الاطفال حيرجع مثلا يفتح ابوابه امتى؟ لانه احنا اول قطاع سكر وقد نكون اخر قطاع انه يداوم. احنا ما بنعرفش حتى احنا ما عندناش تصور انه هل احنا قادرين نفتح بشهر 9؟ ما عندناش امكانيات ماليه، لانه ما حدا حيكون عنده امكانيات ماليه كمان يدفع لك اقساط. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه حتترتب بعدين. هلا احنا اللي بنطالب فيه، احنا مع كل الاطراف، واحنا دائما ندعم اي شيء بيخدم العاملين. احنا بدنا مع احترامي بدنا بنناشد دولة رئيس الوزراء، بنناشد سيادة الرئيس، بنناشد المجتمع المحلي، بنناشد المؤسسات الخاصه. احنا بدنا دعم حقيقي لهذه القطاعات. احنا ما بنطالب اصحاب رياض الاطفال، احنا بنطالب المعلمات. انا في طول كرم عندي 1200 معلمه، اكيد في باقي المحافظات في كثير معلمات. يعني قد احنا بنجمع 4000 ل 5000 معلمه. نعم. هذا الحكي كيف بنغطيه؟ احنا خاصه انه احنا قاعدين شهر 3 اجمالا. هذه الاسئله سيد علاء يجب ان تطرح على وزاره العمل وذوي الشان حين تم اتخاذ قرار ال 50%، هل بالفعل تم التفكير ببقيه اطراف المعادله المتعلقه برياض الاطفال والمدارس الخاصة؟ هذا ما سيتم طرحه إن شاء الله، لربما سيكون الطرح يوم غدا على وزارة العمل. ما الخطة المتبعة لربما الإبقاء على هذه المراحل الدراسية أو لربما على هذه المراكز التعليمية باقية لا أن تختفي لا سمح الله وتتسبب بخسائر كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي المعاش؟ إجمالا ولضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر السيد علاء السعيد. نعم سريعا لو سمحت تفضل. يعني احنا من خلال منبر راديو فجر فعلا احنا بنقدم كل الاحترام والتقدير لكل كوادرنا الطبيه والاجهزه الامنيه بما بيقدموه لنا حاليا من تضحيات، واحنا برضه كمان بنطالب يعني احنا نكون شركاء مع وزاره التربيه والتعليم ومع وزاره العمل كمان في اتخاذ اي قرار بمس رياض الاطفال بالذات، لانه هو قطاع صح صغير ولكن مهم جدا. نعم بالتاكيد هو بيأثر عليه وهو يبنى عليه بالتاكيد بقيه المراحل الاخرى. اجمالا اشكرك جزيل الشكر السيد علاء السعيد نائب رئيس نقابه اصحاب الاطفال، شكرا جزيلا لك.